بسم الله الرحمن الرحيم. السيدات والسادة مشاهدي ومتابعي ومحبي كرة السلة في كل مكان، معلقكم الرياضي أحمد مناع يحييكم من صالة الأمير عبد الله الفيصل بالنادي الأهلي والجولة الرابعة وديربي جديد في كرة السلة ما بين الأهلي والزمالك في كرة السلة. الجولة الرابعة النهاردة على صالة الأمير عبد الله الفيصل ما بين الأهلي والزمالك، زي ما قلت لحضراتكم ديربي من دربيات كرة السلة. على بركة الله نبدأ بتشكيل النادي الأهلي اللي النهارده بيمثله علاء زهران رقم زيرو، مايكل تومسون 22، عمر عزب 3، سيف سمير 8 23، ابو النصر عمرو الجندي 5 55، طارق عمر طارق 10، مودي الجرحي 9، ابراهيم الجمال 14، احمد مهيب وعبد الله ناصر 34، محمود وليد رقم 11. القياده الفنيه للنادي الاهلي السنيور اوجستي جولبي بوش. اما نادي الزمالك النهارده في تشكيله احمد ياسر دبل زيرو 4، عمر هشام، احمد حاتم رقم 6، ادهم عصام رقم 7، ادجار سوزا رقم 8، 9 اسلام سالم 11، احمد اسامه، مصطفى كيجو 14، 17 محمد حجازي 21، معاذ ايمن، سليم العسوي 22، واخيرا حازم المشد رقم 55. القياده الفنيه للمستر بانجلس انجل او كوتش في كما يطلق عليه جماهير نادي الزمالك واللاعبين. خماسي النادي الاهلي اللي في ارضيه الملعب ولحظات تصوير، سيف سمير، عبد الله ناصر، مايكل تومسون وعمرو علاء زهران، وهنقول لكم الخامس مين دلوقتي، الخامس ابو النصر. اما خماسي نادي الزمالك مصطفى كيجو، عمر هشام، وادجار سوزا، وادهم عصام، واخيرا رقم دبل زيرو احمد ياسر. ادجار سوزا للي ما يعرفش في الجولة الأولى حصلت مشادة بينه وبين أحد لاعبي نادي الجزيرة، تم على طول إيقافه بمباراتين وغرامة 30,000 جنيه لإدجار سوزا ولاعب نادي الجزيرة، النهارده بيشارك في بعد إيقافه مباراتين. على بركة الله في خلال ثواني هنبدأ المباراة. أفكر حضراتكم بحكام المباراة، كابتن محمود إبراهيم حكم أول، كابتن محمود جمال حكم ثاني، كابتن آية خالد حكم ثالث، مراقب المباراة هو الكابتن محمد جلال. أجواء ما قبل المباراة، خارج الصالة الأجواء بريدة جدا، داخل الصالة ديربي ساخن جدا. كونوا على الموعد وانتظروا وشاهدوا قمة جديدة من قمم وديربيات كرة السلة ما بين الأهلي والزمالك. كابتن محمود والشامبول أو رمية القفز والحيازة لأدهم عصام من الزمالك، يبدأ الزمالك هجمته. أدهم عصام لسه معاه الكورة، بيسلم لمصطفى كيجو، دفاع قوي من النادي الاهلي. ادجار سوزا والبحث عن ادجار سوزا لكيجو، واول الثلاثيات لمصطفى كيجو ينجح في التسجيل اول ثلاث نقاط وافتتاحيه اللقاء. ثلاث نقاط لنادي الزمالك. مايكل تومسون لابو النصر العائد من اصابه، لسه مانتومان نادي الزمالك ايضا، عبد الله ناصر واحد من ناشئين النادي الاهلي، بيعمل سكرين لمايكل تومسون. مايكل ياخد سكرين مرة تانية، يحاول يلعب واحد على واحد، خمس ثواني على 24، سيف سمير بالبيز لاين ميديم شوت ما بينجحش في التسجيل، عبد الله ناصر على السكند شوت ينجح فعلا، سيف سمير تحت الباسكت، كيك اوت لمايكل تومسون اللي يقف ويشوط لكن ما بينجحش في التسجيل. ادجار سوزا على الديفنسيف ريباوند من الزمالك، يبدا بالملعب، ياخد هجمته، يسلم لكيجو، كيجو عايز يحاول مرة تانية مع سيف سمير، تمويه، لكن هنا أولى الأخطاء الشخصية على سيف سمير لاعب النادي الاهلي. اوتسايد زملكاوي، نقاش كده ما بين الكابتن محمود ابراهيم وسيف سمير، وتعليمات من السنيور اوجستي جولبي بوش، ورميتين حرتين لمصطفى كيجو. ينجح في تسجيل رمية الحره الاولى كيجو، اربع نقاط هو اللي مسجلهم حتى هذه اللحظات. كيجو على تنفيذ الرمية الحرة الثانية ما بينجحش في التسجيل، سيف سمير يلم على طول، يسلم لمايكل تومسون في القيادة الفنية للملعب داخل الملعب. مايكل وهاند اوف مع عبد الله ناصر، سكرينات عايز يعلق له كورة لسه تومسون، لكن هنا في ايه؟ في فاول وخطأ شخصي، اوفنسيف فاول على سيف سمير، الخطأ الشخصي الثاني على سيف. 8 دقائق 47 ثانية على انتهاء الكوارتر الأول، نتيجة 4 نقاط لنادي الزمالك مقابل لا شيء النادي الاهلي. ادهم عصام عدى بنص الملعب، خد السكرين،
سلم لكيجو. كيجو هاند اوف مع سوزا، ادجار سوزا مع عمرو زهران، والبيك اند رول سلم والباصه لاحمد ياسر، لكن البلوك حلو قوي من عبد الله ناصر. بيبدا الهجمه النادي الاهلي، توصل لو النصر عايز يلعب واحد على واحد، يخترق بيسلم لعبد الله ناصر تحت الباسكت، عبد الله بيطلع كيك اوت تاني، يقطع حلو قوي 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 عمرو زهران، والاسيست ولا اروع من ابو النصر. اولى النقاط الاهلاويه في ديربي الاهلي والزمالك. ادجار سوزا بيحاول يعدي عمرو زهران، مش سايبه ادجار، واول ثلاثاته ما بينجحش في التسجيل. على الديفنسيف ريباوند على طول عبد الله ناصر، وخطا شخصي على احمد ياسر من نادي الزمالك، خطا شخصي لصالح النادي الاهلي. اربع نقاط مقابل نقطتين لصالح نادي الزمالك. 8 دقائق بالتمام والكمال على انتهاء احداث الكوارتر الاول. مايكل تومسون، مايكل الامريكي المحترف، لعمرو زهران، لمايكل مره ثانيه، سيف كان فضيله لكن اتعمل عليه دبل تيم. سلم لعمرو، عمرو 10 ثواني على انتهاء زمن الهجمه. عمرو خد السكرين، وقف والميديم بتاعت عمرو، ما بينجحش عمرو في التسجيل، يلم على طول ادجار سوزا، يطلع الناحيه الثانيه لادهم عصام ويقلب الملعب. ادهم عصام ليه ادجار سوزا، ياخد السكرين ادجار من كيجو، يلعب البيك اند رول، وادي كيجو واختراقاته، ونجح في تسجيل نقطتين كمان في جعبة نادي الزمالك. 6-2 لصالح نادي الزمالك. مايكل تومسون، مايكل لسيف سمير، عبد الله ناصر، لكن في خطأ شخصي هنا على مين؟ على عمر هشام، طبقا لقرار الكابتن محمود بخطأ شخصي على عمر هشام لاعب نادي الزمالك، واوت سايد لصالح النادي الاهلي. اوت سايد اهلاوي. سيف سمير استلم، عايز يلعب واحد على واحد مع كيجو، بيلف بيخترق بالسيمي هوك، ما بينجحش في التسجيل. عمرو زهران من اعلى نقطه يلف وتراي على الباسكت مره ثانيه، ما بينجحش في التسجيل. ديفنسيف ريباوند على طول لكيجو، كيجو يسلم لعمر هشام، عمر لادجار سوزا، يبدا هجمته ادجار، والبيك اند رول مره ثالثه للكيك اوت لاحمد ياسر، لكن احمد ياسر كره تتقطع وتروح لمايكل تومسون. 4-3 فص بريك، وادي ابو النصر واختراقات ابو النصر، ما بينجحش في التسجيل، يلم عمر هشام على طول ويطلع الفص بريك لادهم عصام. ادهم في موقف واحد على واحد، يسلم لكيجو، كيجو لكن هنا في خطا شخصي على عبد الله ناصر، خطا شخصي على عبد الله ناصر رقم 34. 6 دقائق 32 ثانيه، 6-2 لصالح نادي الزمالك. تغيير في صفوف الاهلي وصفوف الزمالك، كيجو يخرج وينزل حازم المشاد رقم 55، عمر طارق ايضا رقم 55 ينزل بدلا من سيف سمير. عمر هشام لادجار سوزا، اوبن شوت على 3 بوينت، نجح في تسجيل ثلاث نقاط، ثلاث ثلاثيات لنادي الزمالك، نجح في تسجيل اثنين في احداث هذا الكورتر. ابو النصر لعمر طارق تحت الباسكت، لكن حازم المشاد يعمل الستيل، يخطف تاني عمر طارق ويعمل ستيل مره تانيه ويرجع الكوره، يسلم لمايكل تومسون، تقطع في السكه تروح لادهم عصام، واحد على واحد ادهم وتراي على الباسكت لكن ما بيرجعش في التسجيل، تقع من ايد عبد الله والحقها تاني، يسلم لمايكل تومسون، مايكل لسه مايكل يقلب الملعب الناحيه التانيه لعمرو زهران، لكن اوفنسيف فاول تشارج على عمرو زهران، اوفنسيف فاول على عمرو زهران، ولا يهمك عمرو، واحد من الخامات المبشره بالخير في النادي الاهلي. اولى الاخطاء الشخصيه على عمرو زهران، وحوار كده مع السنيور اوجوستي بوش. ادجار سوزا بيبدا هجمه لنادي الزمالك، ياخد السكرين من احمد ياسر لكن قرر ان هو يخترق، ووصل طلع على الباسكت ينجح في التسجيل، وخطا شخصي على عمرو زهران، عمرو علاء زهران خطا شخصي، الخطا الشخصي الثاني. تغيير في صفوف نادي الزمالك، خرج حازم المشد نزل مصطفى كيجو. ادجار سوزا على الفري ثرو او الفاول شوتنج، رميتين حرتين، وادي الرميه او عفوا كاونت وان مور، الرميه الاضافيه نجح في تسجيلها عشان تصبح النتيجه 12-2، 5 دقائق 40 ثانيه عزيزي المشاهد على انتهاء احداث الكوارتر الاول. مايكل تومسون سكرين من عمر طارق،
عايز بيدور على الثلاثيه، لكن عمل حلوه قوي اللعبه دي والاسيست حلو لعمر طارق من غير دنك يا عمر على طول في الباسكت. وادي خطا شخصي هنا على احمد ياسر من نادي الزمالك ورميتين حرتين لعمر طارق. عمر طارق على تنفيذ رميتين الحرتين. خمس دقائق 29 ثانية أولى الأخطاء الشخصية على أحمد ياسر. وادي عمر طارق الرمية الحرة الأولى ينجح في التسجيل. عمرو الجندي على التبديل في اللحظات القادمة. ينجح أيضا في التسجيل عمر طارق رميتين حرتين نجح فيهم. تغيير عمرو الجندي مكان عمرو زهران. عمرو زهران مرتكب خطأين شخصيين هو وسيف سمير. ضغط النادي الأهلي من أول الملعب. محمد حجازي سلم لإدجار سوزا. محمد حجازي نزل مكان أحمد ياسر في تغيير سريع مع النادي الأهلي. إدجار سوزا طلب حجازي للسكرين راح له كيجو. لسه سوزا مع الكرة بيحاول يعدي لكن في السكة يقطع عبد الله ناصر. تروح تاني لكيجو اللي بيسلم لأدم عصام وعلى الثري بوينت وينجح في تسجيل ثلاثية ليه أدم عصام ونادي الزمالك. عمرو الجندي اللي لسه نازل سلم لعمر طارق من البيز لاين ودنك عمر طارق. عمر طارق ينجح في تسجيل نقطتين بدنك سلام دنك لعمر طارق. إدجار سوزا من نادي الزمالك بيطالب اللعيبه بتلف تخليله المكان او تعمل له كلير. إدجار لسه عايز يلعب واحد على واحد طلع لكيجو. كيجو على 3 بوينت وقفه وسلم لعمر هشام على 3 بوينت ما بيرجعش في التسجيل. يلم على طول عمرو الجندي. عمرو واختراقات عمرو سلم لابو النصر لكن كان المفروض هنا ابو نصر يخلصها تقطع منه على طول ويسلم لإدجار سوزا. إدجار سوزا ويقف ويشوت 3 بوينت ما بينجحش في التسجيل وتخرج اوتسايد لصالح النادي الاهلي. تغيير في صفوف الاهلي خرج عبد الله ناصر نزل سيف سمير. 15-6 4 دقائق 15 ثانية اعزائي المشاهدين على انتهاء احداث الكوارتر الاول. مايكل تومسون بيسلم لسيف سمير عايز يلعب واحد على واحد مع حجازي مش سايبه. حجازي يلف يخترق يوصل ما بينجحش في التسجيل. حجازي يلم لكن هنا في خطأ شخصي على مصطفى كيجو لاعب نادي الزمالك. اوتسايد اهلاوي والخطأ لكيجو الخطأ الشخصي الاول لمصطفى كيجو. تعليمات من كابتن آية خالد حكمة المباراة لمدافع نادي الزمالك. تعليمات بعدم الخروج من المنطقة الفنية لكوتش في أو فانجلس إنجل. خلينا مع المباراة. طلع لعمر طارق. عمر طارق الكيك أوت لعمرو الجندي من بره. يبدأ مايكل تومسون وأولى الثلاثيات لتومسون ينجح في تسجيل أولى الثلاثيات مايكل تومسون. 3 دقايق 50 ثانية على انتهاء الكورتر الأول. أدم عصام مع تومسون مستني السكرين جاله السكرين من كيجو سلم لحجازي البحث عن إدجار سوزا. سوزا يسلم لأدم عصام لقى الطريق فاضي اخترق لكن هنا بيرتكب معاه خطأ شخصي. هنشوف على مين. هل هو على عمر طارق؟ لا على عمرو الجندي. عمرو الجندي خطأ شخصي ورميتين حرتين لأدهم عصام. 15-9 أولى الأخطاء الشخصية على عمرو. وادي أدم عصام على تنفيذ الرمية الحرة الأولى ينجح في التسجيل. وادي الرمية الحرة الثانية أدم عصام ينجح أيضا في التسجيل يوسع الفارق إلى 6 نقاط. 17-9 3 دقايق 30 ثانية على انتهاء الكورتر الأول. مايكل تومسون اللي لسه مسجل 3 بوينت دلوقتي بيسلم لعمر طارق بيحاول يلعب واحد على واحد بيستعمل لوحه ما بتجيش على طول يلم ادم عصام من الزمالك اللي بيطلع بالملعب ويجري على الفاست بريك مستني اللعبه بتاعته ويبدا الهجمه. خد السكرين ادم عصام وقف في الميديم شوت هوش شوط تاني لكن ما بيرجعش في التسجيل على الديفنسيف ريباوند عمرو الجندي على طول اللي بيطلع فاست بريك لسيف سمير واختراقات سيف لكن ما بيرجعش في التسجيل. إدجار سوزا إدجار سوزا من الزمالك خد السكرين
عدى سلم لكيجو، كيجو وثلاثات كيجو، لكن بعيدة ما بتنجحش. هنا فعلا في خطأ شخصي على محمد حجازي رقم 17 اوفنسيف او بوشينج، ورميتين حرتين لصالح نادي الاهلي. تايم اوت يطلبه كوتش في او فان جلسانجل مدرب نادي الزمالك. تعالوا نسمع التعليمات ونرجع لحضراتكم مره ثانيه. مباراة النهاردة زي ما قلت لحضراتكم مباراة تجمع ما بين النادي الأهلي ونادي الزمالك في ديربي كرة السلة، ديربي من أهم الديربيات اللي موجودة طبعا وبتحظى باهتمام ومشاهدة عالية لنظرا لقوة الفريقين. هقول لكم ترتيب الجدول دلوقتي قبل المجموعة الرابعة. احنا النهاردة لعبنا ثلاث جولات، الجزيرة يتصدر بالمركز الأول بست نقاط، ثلاث مباريات لعبهم وكسبهم. الأهلي المركز الثاني بمباراتين، ثلاث مباريات لعبهم، اثنين فوز واحد هزيمه برصيد خمس نقاط. الاتصالات ايضا بنفس الرصيد ونفس النتائج. التامين بنفس الرصيد ونفس النتائج. الاتحاد السكندري بنفس الرصيد ونفس النتائج. سبورتنج لعب ثلاث مباريات، فاز بمباراه وخسر اثنين برصيد اربع نقاط. سموحه في المركز السابع بثلاث هزائم من ثلاث مباريات، والزمالك ايضا في المركز الثامن بثلاث هزائم من ثلاث مباريات بثلاث نقاط. ده جدول الدوري. مباراة النهارده الاهلي والزمالك اللي بنذاعها وبنعلق ليها لحضراتكم، والجزيره والتامين وسموحه والاتصالات، وهنقول لكم على النتائج. واخيرا المباراه ديربي السكندري الاتحاد وسبورتن اللي انتهى بفوز الاتحاد 83-75 على سبورتن. اوتسايد اهلاوي او عفوا رميتين حرتين لصالح النادي الاهلي، سيف سمير على التنفيذ فقرب توقف. هقول لكم على بعض الاحصائيات وهقول لكم ايضا على غيابات الفرقتين. سيف سمير على تنفيذ رمي الحره الاولى، لم ينجح سيف في تنزيل رمي الحره الاولى. لسه النتيجه 17-9، دقيقتين 50 ثانيه على انتهاء الكوارتر الاول. سيف سمير على تنفيذ رمي الحره الثانيه، ما بينجحش ايضا في التسجيل. اربع رميات حره للنادي الاهلي، نجح في اثنين واخفق في اثنين. خمسه لنادي الزمالك، نجح في اربعه واخفق في واحده. كيجو نرجع للمباراه، سكرينات يسلم لادهم، ادهم لعمر هشام تحت الباسكت مع عمرو الجندي، اخترق من البيزاين، سلم لحجازي، حجازي لكن هنا طبقا لاشاره كابتن محمود جمال دايس على اللاين اوتسايد لصالح النادي الاهلي. دقيقتين 30 ثانيه على انتهاء الكوارتر الاول. اوتسايد اهلاوي، خمس فاولات لكل فريق، اي خطا شخصي برميتين حرتين. عمر طارق لسه تحت الباسكت مع كيجو، يسلم لسيف سمير، الهاند اوف مع عمرو الجندي، عمرو يلحق سكرين تاني، اخر خمس ثواني في ال 24. عمرو الجندي لعمر طارق على 3 بوينت اوبن شوت، عمر طارق ما بينجحش في التسجيل، يزق على طول لابو النصر للجندي اللي ينجح في تسجيل نقطتين. عمرو الجندي نقطتين باند وان او كاونت وان مور لصالح عمرو الجندي. شوف الخطا على مين، على رقم اربعه عمر هشام، خطا شخصي والاند وان لعمرو الجندي. تم تعديل النتيجه الى ست نقاط، وادي عمرو الجندي على تنفيذ الاند وان، ينجح في تعديل النتيجه الى خمس نقاط 12-17 اخر دقيقتين في احداث الكوارتر الاول. عمر هشام لادجار سوزا، ادجار والسكرينات، لا سلم عمر هشام المره دي، بيتعمل له سكرين عشان يفضى ادجار سوزا، لكن ابو النصر مش سايبه، سلم ليه كيجو، وادي سوزا على 3 بوينت ما بينجحش في التسجيل، يلم على طول الجندي، عمرو الجندي طلب السكرين من عمر طارق، عدى بالسكرين فعلا، وقف سلم لسيف سمير، سيف لعمر، هيعمل ايه؟ هيسلم لعمر طارق اللي بيلف لف، يا سلام لو باصه فعلا كان ناوي باصي لكن في خطا. كابتن محمود، لا هو مش خطا شخصي، كابتن محمود قال 3 سكند على عمر طارق. تغيير في صفوف الزمالك، خرج ادهم عصام ونزل سليم العسوي لاعب المعار من نادي سبورتنج، وايضا خرج عمر هشام من نادي الزمالك، وهنشوف مين اللي نازل دلوقتي. ونزل اسلام سالم. ضغط النادي الاهلي، اسلام سلم لكيجو، اسلام سلم لكيجو لسليم العسوي، سليم دور على سوزا، ادجار سوزا
لكن ابو النصر مش سايبه. ادجر وقف سلم لكيجو، كيجو على الثري بوينت وينجح في تسجيل ثلاث نقاط. مصطفى كيجو وسع الفرق الى 8 نقاط 20-12. سيف سمير اخر دقيقه في احداث الكورتر الاول، مايكل تومسون مايكل، لكن هنا في خطا على سليم العسوي برميتين حرتين، خطا شخصي على سليم العسوي. تغيير في صفوف الاهلي، خرج سيف نزل عبد الله ناصر. مايكل تومسون على تنفيذ رميتين الحرتين. مايكل وينجح في تسجيل رمية الحرة الأولى. ست محاولات للنادي الأهلي في أحداث هذا الكوارتر، نجح في تسجيل أربعة من الفري ثرو أو الفاول شوتينج، ودي المحاولة السابعة لمايكل تومسون. مايكل نجح في تسجيل على طول المحاولة السابعة، نقطتين للنادي الأهلي. خرج أبو النصر من النادي الأهلي، نزل عمر عزب الوافد الجديد من نادي سموحة، وسلامات طبعا لمروان سرحان اللي في إصابته دلوقتي. إسلام سالم مع عمرو الجندي، لسه اسلام مع الكوره، طلب السكرين، عايز يعدي من البيز لاين، وادي بلوك حلو قوي من عمر طارق، يسلم لتومسون، تومسون لعمر عزب، واحد على واحد ولا هيروح فين؟ واحد على واحد ووصل، لكن حظه وحش ما بينجحش في التسجيل، يلم اسلام سالم على الديفنسيف ريباوند. اخر 30 ثانيه في احداث الكوارتر الاول، اسلام سالم لكيجو، مصطفى كيجو مع عمر طارق، لو يطلع قبله من بدري بس يطلع كيك اوت لسليم العسوي للسوزا. سوزا اخر خمس ثواني في ال 24 ثانيه، سليم العسوي بنتريشن تتخطف منه ويعمل ستيل مايكل تومسون. مايكل يجرب الهجمه، يسلم لعمرو الجندي، ثلاثات عمرو الجندي بعيده، يتلم على طول سوزا، يطلع الفاست بريك لاسلام سالم اللي هيقف ويشوط 3 بوينت وينجح في التسجيل. ثلاث نقاط كمان لصالح النادي الاهلي. اخر ثانيه على طول ياتي معها صافره انتهاء احداث الكوارتر الاول بتقدم الزمالك 23-14. دقيقتين هي زمن الراحه المقرره، ونرجع ليكم بعد الراحه.